بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم تحت العنوان ميديا كويري موديفايرز. لكن بصراحة يا جماعة قبل ما نتكلم عن الموديفايرز بتوع ميديا كويري، المفروض إن نقول إن في سياق عام جوه منه الموديفايرز بتاعت ميديا كويري اللي هو اللوجيكال أوبريتورز. اللوجيكال أوبريتورز معناها معاملات ربط المنطقية، والجملة ديت اصطلاحا أكيد إحنا أخدناها واتعرفنا عليها لما استخدمنا الاند. اكزاكتلي يا جماعة، معاملات ربط المنطقية عندي ثلاث حاجات في ميديا كويري. اول اوبريتور اند اوبريتور اللي هو بيربط لي ما بين هاو اي وايه. جميل، فاكرين لما احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت واستخدمنا اند في ان احنا نربط ما بين الميديا الكويري، طيب تمام، الميديا طيب، وما بين الميديا فيتشر، لما قلنا مثلا سكرين اند مين ويدث مش عارف كذا، ديت احنا استخدمنا فيه معامله منطقي اند. بط اكشولي يا جماعه، لو برضو حاولنا نراجع وبنقول ان الشرط بتاعي او الحاجات الميديا طيب ده اوبشنال، لكن الاساس في القصه الاكسبريشن. يعني انا ما يهمنيش الميديا طيب بقدر ما يهمني الاكسبريشن اللي انت عايز تكتبه ايه. فعشان كده انا عايز اقول ان مش بس المعامل ربط المنطقي اند بيربط ما بين الميديا طيب وما بين الميديا فيتشر، وانا مش هتكلم النهارده عن الميديا طيب ولا الميديا فيتشر، لكن انا هتكلم عن معامله الربط، المعاملات الربط بشكل عام. هقول ان كمان الاند زي ما بيربط ما بين الميديا طيب والميديا فيتشر، ممكن يربط ما بين ميديا فيتشر وميديا فيتشر تاني. جميل، تقول لي طيب ما انا عرفت القصه بتاعت اني ممكن اعمل كومبايننج لاكتر من ميديا فيتشر او كومبايننج لاكتر من ميديا طيب باستخدام المين، باستخدام الكوما. هقول لك الكوما بتعمل لي عمليه الاور، بدليل لما اثبتنا المره اللي فاتت وقلنا يا جماعه ان اي شرط هيتحقق هيخلي لي الرولز بتاع السي اس اس بتاعي كلها تشتغل. لكن لو استخدمت معامل ربط منطقي اند في اني اربط ما بين ميديا او اكسبريشن واكسبريشن تاني، الاكسبريشن عمره ما هيتحقق غير لما الاثنين دولت يتحققوا. انت بتقول ايه؟ نطبق بشكل عملي يا جماعه. انا عندي الميديا بتاعي فاضي يا جماعه، تمام، وهقول والله انا هستخدم دايركتلي على طول. انا قلت اهو، انا ما يهمنيش الميديا طيب دلوقتي، يعني هيجي الحديث عن الميديا طيب ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه، وهنعرف ان هي ليه اتعمل لها ديبريكيتنج واجنورنج والكلام اللي بالك فيه، وحل محلها الميديا فيتشر. يهمني دلوقتي الاكسبريشن اللي هي الميديا فيتشر بتاعك. فانا هكتب يا جماعه ميديا فيتشر، هقول له مثلا من داش ويدث، وادي له قيمه واقول له 360 يا جماعه، 360 بيكسل، تمام، اوكي. وبره دهيت ده اللي هو انا مش اوبشنال، ده انا بعمل عشانه الميديا، في حين اني اكتب سكرين او اكتب مش عارف تي في، الكلام ده هو الاوبشنال، لكن الاكسبريشن دهيت مش اوبشنال، ده لازم يتكتب، تمام. اخد انا مسافه واقول والله اند، وافتح القوسين تاني واحط له، ها، واحط له اكسبريشن تاني، احط له ميديا فيتشر تاني، هقول له اورينتيشن بورتري. طيب انا يا جماعه مش حديثي عن مينويتس، ولا حديثي عن اورتريشن، عن اورينتيشن، ولا حديثي عن بورتري، الكلام ديت هيجي في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. انا حديثي بس عن معامل ربط منطقي اند بيربط ما بين اثنين اكسبريشنز مختلفين، تمام، زي ما احنا ربطنا ما بين الاكسبريشنز او ما بين الميديا كويريز بتاعتنا بالكوما السيبريتد كوما او الكوما سيبريتد، وعرفنا التاثير بتاعها. هنا بقى يا جماعه احنا عايزين نقول له ايه؟ عايزين نقول له والله يا عم البراوزر، انت ما تنفذ ليش، انت هتنفذ لي الحاجات المكتوبه في الستايل اللي هي البادي والكلام ديت في حالتين اتنين، حالتين اتنين، لما يكون الديفايس اللي هيتعرض عليه البراوزر من 360 وانت وطالع، واتجاهه بورتري، يعني اتجاهه واقف مش نايم، تمام. خلينا نشوف التاثير ديت يا جماعه على القصه ديت. طبعا انا كده ايه، على الرغم من اني انا يا جماعه الويتس بتاعي اكبر من 360، يعني انا كنت بقوله من شويه اني اقل حاجه 360، يعني من 360 وانت وطالع، طب انا 1000 وحاجه، انا 1366، يعني اكبر منه ب 1000 بكسل، لكن برضه ما طبقيش الستايلز الموجوده في البادي. ليه؟ لان الاورينتيشن هنا كان بورتري، الاورينتيشن هنا بورتري، واكشولي انا في الشاشه بتاعتي يا جماعه مش بورتري، الشاشه بتاعتنا كلنا شاشات الكمبيوتر كلها بتبقى لاند سكيب. طيب خلونا نشوف اكسبريشن. جميل خلص يا جماعه، عشان نشوف واحنا شغالين ريسبونسيف بقى امر مهم جدا لازم نقف عليه. الانسبكتور
الديفلوب الاكستنشن بتاعت جوجل كروم لكن اسمها ويب ديفلوبر، ما بتعمليش ريسبونسيف او ما بتعمليش اونلاين، ما بتعمليش اوفلاين ريسبونسيف تيست، ما بتخلينيش يعني اعمل تيست ريسبونسيف لصفحات مش اونلاين اوفلاين، لكن الانسبكتور بتاع جوجل بيخليني اعمل كده كويس خالص. فنضغط كليك يمين على الصفحه ونعمل انسبكت، هيفتح لنا الانسبكتور بتاع جوجل كروم، وهروح على الخانه الثانيه يا جماعه اللي مرسوم عليها رمز الديفايس ديت اللي هي كان ليها اختصار كنترول شيفت مع ام، ومن فوق يا جماعه بيديني مجموعه الديفايسز المختلفه اللي الموقع بتاعي ممكن يبقى ريسبونسيف عليها. وانا نفرض انا اختار ديفايس، هقول مثلا سامسونج جالاكسي نوت 3، هيديني مقاسات السامسونج. واهو يا جماعه كده، ها كده كده لاندسكيب يا جماعه، كده بورتري، كده بورتري، كده الموبايل واقف اهو. شفتوا يا جماعه لما الموبايل بيجي بورتري ايه اللي حصل؟ لما الموبايل بيجي خليني نفتح الهيد كده ونشوف الكود المكتوب فيه اهو. إيه انا بقول له والله اونلي لما يكون من 360 وانت وطالع والاورينتيشن بتاعك بورتري. اكشولي هنا يا جماعه عندي السامسونج جالاكسي نوت 3 الاورينتيشنز بتاعه لما بيكون واقف 360 في 640 لما بيكون بورتري، لما بيكون لاند سكيب بيبقى 640 في 360، على الرغم ان المين ويتس بتاعه 360 وده محجج لي الشرط لاني عندي هنا الويتس 640 فالشرط متحجج، لكنه ما طبق ليش الرولز لان الشرط التاني مش متحقق لان الجهاز بتاعي مش بورتري، الجهاز بتاعي كده لاندسكيب بنفس المشهد اللي انا كنت بقوله. عشان كده انا ما طبقش معايا لان الشاشه بتاعتي لاندسكيب مش بورتري، تمام يا جماعه؟ فده هيطبق لما يكون الشرطين متحققين. دي الفرق ما بين اني اربط باستخدام اند اوبريتور اند لوجيكال اوبريتور وما بين سيبريتد كوما او كوما سيبريتد. في الكوما سيبريتد يا جماعه اي رول راح تتحقق، اي رول راح تتحقق هيطبق لي كل الستايلز بتوعي، ومش هيطبق كل الستايلز في حاله اني ولا واحده من دول ما حققت ليش الشروط الميديا كويريز اللي موجوده، في حين ان الاند هنا لازم الاثنين يبقوا محققين علشان يطبق لي الرولز اللي انا رابط له بيها. ده بالنسبه للاند لوجيكال اوبريتور. النقطه الثانيه نتكلم بقى عن الميديا، عن مين؟ عن الميديا كويري موديفاير. ايش مهم يا جماعه موديفاير؟ انا بتكلم عن نقطتين اثنين، عن الاونلي وعن النوت. سموهم موديفاير لان هما بيقولوا لي بعمليه التعديل على كيان على كل الميديا كويري، هما بمثابه بريفيكسز بتتحط قبل الميديا كويري. يا جماعه حتى لو الناس اخذت بالها من الرسمه، لو حبينا نرجع القصه كده في مكتبات عندهم الرسمه بتاعتنا اللي كانت فوق اهو يا جماعه، الاونلي والنوت كانوا الاثنين بيتحطوا قبل الميديا تايب يا جماعه، تمام؟ عشان كده انا سميتهم موديفاير، بيعدلوا لي على الميديا تايب وعلى الميديا كونديشن يا جماعه، تمام كده؟ جميل. بالنسبه للنقطه النوت يا جماعه، النوت ديت لو حبينا نشوف هو عايز يقول ايه في النوت، هو أو في الميديا كويري اتكلمنا عن الكومبايننج اونلي نوت يا جماعه، اهو نيجيتنج ا ميديا كويري. نيجيتنج في الترجمه معناها نفي يا جماعه، يعني انت لو استخدمت الاوبريتور نوت انت هتنفي كل الميديا كويري، كل الميديا كويري اللي انت راح تكتبها، تمام؟ وبيقول لي برضو لو انت استخدمت مثلا، مديني مثال بيقول لي ميديا نوت سكرين اند كلر، نفي لي الاثنين دولت، بيقول لي الكلام ده هيحصل لك ايه؟ ديت ويل ابلاي تو ايفري ثينج اكسبت كلر، يعني هينفي لك كل حاجه ما عدا الكلام اللي انت كاتبه في النص ديت. يعني ايه الكلام ده؟ خلونا نمثل بمثال عملي ونشوف القصه ديت. يعني انا يا جماعه لو استخدمت معامل ربط منطقي نوت مع من ويتس، خليني اشيل الاورينتيشن ده او خليني اسيب الاورينتيشن وانا هحذف الكلام ده واقول له والله نوت مسافه واقول له سكرين. يعني انا مش عايز، انا عايز الاكسبريشن، انا عايز الشروط اللي كاتبها ديت، عايز ملف الستايل ده يطبق لي فيه في كل الحالات ما عدا الحالتين دول، انه يتعرض على شاشه ويبقى انه هو بورتري، يعني هيتطبق على اللاندسكيب، تمام؟ بس مش هيتطبق على البورتري. طب خلوني اعمل كنترول اس كده واروح على الانسبكتور بتاع جوجل، او انا كده لاندسكيب يا جماعه، خلوني اعمل ريلود اهو. انت بتقول له الاورينتيشن طبق لي على الكل ما عدا الاورينتيشن بورتري. طب انا خليني اخليه بورتري، مفيش حاجه متطبقه، انت نفيت السكرين اللي هي بتاخد اورينتيشن نوت، انا نوت منفيه مكتوبه غلط صحيح. طيب خلونا احنا ممكن يا جماعه نمنتج على الكود واحنا موجودين هنا،
نكتب نوت اهو، نوت سكرين واورينتيشن بورتري. جميل. طب انا هنا كده في اورينتيشن بتاعي بورتري، يبقى كده المفروض ما يتطبقش، صحيح؟ لان انت هنا في على الاورينتيشن بورتري. لو انا خليت الاورينتيشن لاند سكيب المفروض ان هو يتطبق، بس لما نعمل ريلود طبعا هيرجعه لي للديفولت. فخلوني انا اكتب الكلمه صح، نوت سكرين، نوت سكرين. المفروض اني استخدم بعد سكرين يا جماعه، معامله منطقي. اند انا اسف، اند اورينتيشن بورتري. ارجع بقى ليه القيم الافتراضيه بتاعي واعمل ريفريش، فادي التطبيق. وبالفعل كده المفروض ان المساله كده تمشي صح. انا كده يا جماعه نفيت التاثير بتاعي على الشاشات اللي بتاخد اورينتيشن بورتري. انا كده الاورينتيشن بتاعي لاندسكيب، صح؟ يبقى انا نفي على البورتري، ونفي البورتري بيكون القيمه الثانيه ليها اللي هي اي حاجه غير البورتري، فبتكون اللاندسكيب. طب انا لو خليت اللاندسكيب بورتري مش هلاقي ان التاثيرات بتاعي اشتغلت، تمام؟ يبقى انت لما بتستخدم معامل الربط المنطقي نوت او الموديفاير نوت، انت بتنفي، ها بتنفي الكل، مش بس بتنفي على السكرين، انت بتنفي برضو على الاكسبريشن انت بتكتبه بعد السكرين، تمام يا جماعه؟ يعني النفي على الاورينتيشن والنفي على السكرين. تقول لي ما هو نفذ على السكرين، هقول لك القصه دي جايين لها ان شاء الله باذن الله في الميديا تايبس، تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للنوت موديفاير. نيجي للموديفاير اللي بعد منه اللي هو الاونلي. طيب في الاونلي يا جماعه بمنتهى البساطه ديت، انت بتحاول تعكس القصه، يعني انت بتقول له والله طبق لي الحاجات ديت اونلي على السكرين اللي واخده اورينتيشن بورتري، فما طبقلكش على او اللي واخده اورينتيشن بورتري، فعشان كده راح يطبق لك على البورتري. لو خليته لاند سكيب مش راح يطبق لك، لان انت قلت له لا ده بس طبق لي على اورينتيشن بورتري. طبعا الكلام ده على اي شاشه، على اي شاشه لاند سكيب، مش بس يعني لو مثلا لو اخترنا اي حاجه ولنفرض مثلا ايفون او ايباد، لو انا خليته بورتري راح يطبق، لو خليته لاند سكيب مش راح يطبق. دي الفكره يا جماعه بتاعت اونلي. اونلي يعني الاستايلات اللي جايه لك ديت تطبق جاست على الحاجات اللي محققين الشروط اللي جايه. وطبعا بنفس الفكره احنا اتكلمنا عنها في الاند يا جماعه، اللي بيكتب الموديفاير اللي بينفي او يثبت او يقصر، يعني بمعنى ادق يعمل ليميتيشنز للي جاي كله، للميديا فيتشر والميديا تايب، مش بس للميديا تايب، لا للاثنين مع بعض يا جماعه. امر ادق لو حبينا نفسر القصه بتاعت اونلي، يعني اون يعني نوت يا جماعه بتنفي لي الاثنين، النوت مع السكرين والنوت مع البورتري، تمام يا جماعه؟ مش بس بتنفي لي النوت مع السكرين بس وتسيب لي النفي بتاع وتسيب لي الاورينتيشن شغال، تمام؟ لا ده بتنفي لي السكرين وكمان بتنفي لي الميديا فيتشر اللي بعد منها، تمام؟ ده اللي احنا كنا عايزين نقوله ان شاء الله. وتلخيصا اللي احنا كنا عايزين نقوله في الحلقه بتاعت اليوم تحت العنوان ميديا كويري موديفايرز اور لوجيكال اوبريتورز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.